اللاجئون الذين يتوجهون إلى بولندا يستقبلون من قبل شبكة من المنظمات ومن المتطوعين بشكل خاص. هؤلاء المتطوعون هم بولنديون، ولكن أيضا هنالك متطوعون من مختلف أنحاء القارة الأوروبية أتوا بسياراتهم وبالمساعدات، ويقومون بإغاثة اللاجئين وبتأمينهم. السلطات البولندية خصصت مراكز لاستقبال هؤلاء ولإعادة توطينهم أو لإعادة نقلهم إلى أماكن سكنية، سواء كانت هذه الأماكن السكنية هي مراكز خاصة باللاجئين أو كذلك قسم كبير يؤخذ إلى منازل عائلات عادية حيث تحتضنهم هؤلاء العائلات. المتطوعون الأوروبيون الذين التقيناهم يعتبرون هذه الحرب، أو يقولون إن الحرب الروسية على أوكرانيا هي حرب على أوروبا كلها وتهدد أوروبا كلها. كنا التقينا أيضا بلاجئين من دول مختلفة غير الأوكرانيين. هؤلاء يعانون من صعوبات بالعبور في نقاط عديدة، يقولون ويقول بعضهم إن هنالك تمييزا في العبور بين الأوكرانيين وغير الأوكرانيين. الحدود الآن سهى، هنالك إذا أردنا أن نركز المشهد قليلا على الحدود، بالأمس عبرنا الحدود من بولندا إلى أوكرانيا، وكنا على مقربة من الحدود لا تتجاوز المسافة 500 متر. مع ذلك استغرقت طريق العودة حوالي 5 ساعات، هذا وكنا نحن على مقربة من الحدود. أما الخط الذي خط السيارات فهو يمتد على مسافة 10 كيلومترات في اتجاه أوكرانيا، 10 كيلومترات. هذه النقطة تحديدا هي لعبور السيارات، ولكن بات يسمح بها بشكل جزئي بعبور المشاة، هنالك ازدحام كبير. إذن المراقبون سها في أوروبا وفي بولندا تحديدا يقولون إن هذه الأزمة، أزمة اللاجئين الحالية، قد تفوق الأزمة التي شهدتها القارة الأوروبية في العام 2015، حيث تدفق إلى أوروبا ما يقارب 1,300,000 لاجئ من سوريا ومن أفغانستان ومن العراق. مسؤولو الأمم المتحدة يتوقعون أن يفوق عدد اللاجئين بسبب هذه الحرب 4 ملايين شخص.